تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. هلما نسجد ونركع لملكنا وإلهنا، هلما نسجد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا، هلما نسجد ونركع للمسيح هذا هو ملكنا وربنا وإلهنا. بارك يا نفس الرب أيها الرب إلهي، لقد عظمت جدا. الاعتراف وعظم الجلال لبست، أنت المتسربل بالنور كالثوب، الباسط السماء كالخيمة، المسقف بالمياه على ليه، الجاعل السحاب مركبة له، الماشي على أجنحة الرياح، الصانع ملائكته أرواحا وخدامه لهيب نار، المؤسس الأرض على استيثاقها فلا تتزعزع إلى دهر الداهرين. رداؤها اللجة كالثوب، على الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب ومن صوت رعدك تجزع، ترتفع فوق الجبال وتنخفض إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسست لها، جعلت لها حدا فلا تتعدى ولا ترجع فتغطي وجه الأرض. أنت المرسل العيون في الشعاب، في وسط الجبال تعبر المياه، تسقي كل وحوش الغياض، إليها تقبل حمير الوحش عند عطشها، حولها طيور السماء تسكن من بين الصخور تغرد بأصواتها. أنت الذي يسقي الجبال من علاليه، من ثمرة أعمالك تشبع الأرض. أنت الذي ينبت العشب للبهائم والخضرة لخدمة البشر، ليخرج خبز من الأرض والخمر تفرح قلب الإنسان، ليبتهج الوجه بالزيت والخبز يشدد قلب الإنسان. تروى أشجار الغاب، أرز لبنان التي غرستها، هناك تعشش العصافير ومسكن الهيرود يتقدمها. الجبال العالية للأيلة والصخور ملجأ للأرانب، صنع القمر للأوقات والشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل فيه تعبر جميع وحوش الغاب. أشبال تزأر لتخطف وتلتمس من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت وفي صيارها ربضت، يخرج الإنسان إلى عمله وإلى خدمته حتى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت، قد امتلأت الأرض من خليقتك، هذا البحر الكبير الواسع. هناك دابات لا عدد لها، حيوانات صغار مع كبار، هناك تجري السفن، هذا التنين الذي خلقته يلعب فيه، وكلها إياك تترجى لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت، تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا، تصرف وجهك فيضطربون، تنزع أرواحهم فيفنون وإلى ترابهم يرجعون، ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض. ليكن مجد الرب إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله، الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي وأرتل لإله ما دمت موجودا، يلذ له تأملي وأنا أفرح بالرب. لتبدي الخطأة من الأرض والأثم حتى لا يوجد فيها. بارك يا نفس الرب. الشمس عرفت غروبها، جعل الظلم فكان ليل. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا، المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. بسلام إلى رب نطلب، كيريا لايسون، من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى رب نطلب، يا رب ورحم، من أجل سلام كل العالم وثبات كنيس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى رب نطلب، كيريا لايسون، من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان ورأي وخوف الله إلى رب نطلب، يا رب ورحم، من أجل أبينا ورئيس كهنتنا سلوان والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى رب نطلب، كيريا لايسون، من أجل حكامنا ومؤازرة في كل عمل صالح إلى رب نطلب، يا رب ارحم، من أجل السلام في لبنان وقلوب اللبنانيين وخلاصهم، ومن أجل أن يكون بلدنا حرا مزدهرا معافا، لأن الرب وحده والسلام يزيل عنا التشنج ويزرع في نفوسنا المحبة والمشاركة في خدمة الوطن الواحد
ومن أجل أن يحررنا من كل خوف يا بنا الرجاء إلى ربنا نطلب. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى ربنا نطلب. يا رب ارحم. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى ربنا نطلب. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى وخلاصهم إلى ربنا نطلب. يا رب ارحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى ربنا نطلب. يا ليسون. اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركة المجيدة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين المدعوتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. طوبى للرجل الذي لم يسلك في مشورة الأشرار ولم يقف في طريق الخاطئين ولم يجلس في مجلس المستهترين بل في ناموس الرب هواه وبشريعته يلهج نهارا وليلا ويكون كالعود المغروس على مجاري المياه الذي يعطي ثمره في حينه وورقه لا ينتثر بل كل ما يصنع ينجح. لا كذلك الأشرار لا كذلك لكنهم كالهباء الذي تذريه الريح عن وجه الأرض. لذلك لا تقوم الأشرار في يوم الدين ولا الخاطئون في مجمع الصديقين لأن الرب يعرف طريق الأبرار أما طريق الأشرار فتبيد. لماذا ارتجت الأمم وفكرت الشعوب بالأباطيل؟ قامت ملوك الأرض واجتمعت الرؤساء جميعا على الرب وعلى مسيحه قائلين لنقطع ربوتهما ونلقي عنا نيرهما. الساكن في السماء يضحك منهم والرب يستهزئ بهم حينئذ يكلمهم بغضبه ويروعهم بسخطه. أنا أقمت منه ملكا على سهيون جبل قدسه منذرا بشرعة الرب. الرب قال لي أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأملكك جميع أقاصي الأرض فترعاهم بعصا من حديد وتسحقهم مثل وعاء من فخار. فالآن يا أيها الملوك تفهموا ويا جميع قضاة الأرض تأدبوا. عبدوا الرب بخشة وهللوا له برعدة. إلزموا الأدب لئلا يغضب الرب فتضلوا عن طريق الحق لأن غضبه يتقد بسرعة. فتوبى للذين عليه يتوكلون أجمعين. يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني؟ كثيرون قاموا علي كثيرون يقولون لنفسي لا خلاص له بإلهه. أما أنت يا رب فناصر ومجدي ورافع رأسي بصوتي إلى الرب صرخت فاستجاب لي من جبل قدسه. أنا رقدت ونمت ثم قمت لأن الرب ينصرني فلا أخاف من ربوات الشعوب المحيطين بي من حولي. قم يا رب خلصني يا إلهي لأنك ضربت كل من يعاديني بلا سبب. أسنان الخطأة سحقت للرب الخلاص وعلى شعبك بركتك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. هللويا 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 المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. أيضا وأيضا بسلام إلى رب نطلب. إني لا يصون. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة أيتها الفائقة قدسها والدة الإله خلصينا. الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين. فلندى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله لك يا رب لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين.
يا ربي إليك صرخت فاستمع لي، استمع لي يا رب. يا ربي إليك صرخت فاستمع لي، أنصت إلى صوتي تضرعي حين أصرخ إليك، استمع لي يا رب. لتستقيم صلاتي كالبخور أمامك، وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. استمع لي يا رب. اجعل يا ربي حارسا لفمي وبابا حصينا على شفتي، لا تمل قلبي إلى كلام الشر فيتعلل بعلل الخطايا مع الناس العاملين الإثم، ولا أتفق مع مختاريهم. سيؤدبني الصديق برحمة ويوبخني، أما زيت الخطيئ فلا يدهن به رأسي. فإن صلاتي أيضا لمسرتهم قد ابتلعت، قضاتهم ملتصقين بصخرة يسمعون كلماتي، فإنها قد استلذت مثل سمن الأرض المنشق على الأرض، تبددت عظامهم حول الجحيم. فإليك يا ربي، يا ربي عيناي، وعليك توكلت فلا تنزع نفسي. أحفظني من الفخ الذي نصبه لي ومن معاثر صانعي الإيد. تسقط الخطأة في مصائدهم وأكون أنا على انفراد إلى أن أعبر بصوتي إلى الرب. صرخت بصوتي إلى الرب تضرع، أسكب أمامه تضرعي وأحزاني قدامه أخبر. عند فناء روحي مني أنت تعرف سبلي، في هذا الطريق الذي كنت أسلك فيه أخفوا لي فخا. تأملت في الميامين وأبصرت فلم يكن من يعرفني، ضاع المهرب مني ولم يوجد من يطلب نفسي. فصرخت إليك يا رب وقلت أنت هو رجائي ونصيبي في أرض الأحياء، أنصت إلى صوت طالبتي فإنني قد تذللت جدا. نجيني من الذين يضطهدونني لأنهم قد اعتزوا علي، أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر اسمك. أيها المسيح الإله، نسجد بغير فتور لصليبك المحيي ونمجد قيامتك ذات الثلاثة الأيام، لأنك بها أيها القادر على كل شيء
جددت طبيعة البشر المنفسدة وأوضحت لنا المصعد إلى السماء بما أنك صالح وحدك ومحب للبشر. إيا ينتظر الصديقون حتى تجازيني. أيها المخلص، لما سمرت على عود الصليب طوعا حللت القضية المسببة عن عود المعصية، ولما انحدرت إلى الجحيم مزقت قيود الموت بما أنك إله مقتدر. فلذلك نسجد لقيامتك من بين الأموات هاتفين بابتهاج: أيها الرب القادر على كل شيء المجد لك. من الأعماق صرخت إليك: يا رب يا رب استمع لصوتي. أيها الرب، لقد سحقت بموتك أبواب الجحيم وحللت تملك الموت وأعتقت الجنس البشري من الفساد ومنحت العالم الحياة وعدم البلا والرحمة العظمى. لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. هلما أيها الشعوب نسبح قيامة المخلص ذات الثلاثة الأيام التي بها نجونا من عقالات الجحيم غير المنفكة، فأخذنا جميعنا الحياة وعدم الفساد صارخين: يا من صلب ودفن وقام، خلصنا بقيامتك يا محب البشر وحدك. إن كنت للأثام راصدا يا رب يا رب من يثبت، فإن من عندك هو الاغتفار. أيها المخلص، إن الملائكة والبشر يسبحون قيامتك ذات الثلاثة الأيام التي بواسطتها استنارت أقطار المسكونة وبها افتديتنا كلنا من عبودية العدو صارخين: أيها الكلي الاقتدار صانع الحياة، خلصنا بقيامتك يا محب البشر. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي في أقوالك، توكلت نفسي على الرب. أيها المسيح الإله، لقد سحقت الأبواب النحاسية ورددت الأمخال وأقمت جنس البشر الساقط وأنهضته، فلذلك نهتف نحوك بأصوات متفقة: أيها الناهض من بين الأموات يا رب المجد لك. من فجار الصبح إلى الليل، من فجار الصبح فليتكل إسرائيل على الرب. يا رب، إن ولادتك من الآب أزلية ومنزهة عن الزمان، وتجسدك من العذراء يمتنع تفسيره من بشر ويحتجز النطق به، وانحدارك إلى الجحيم مرهب للشيطان وجنوده، لأنك وطئت الموت وقمت في اليوم الثالث ومنحت البشر عدم الفساد والرحمة العظمى. فإن من الرب الرحمة ومنه النجاة الكثيرة، وهو ينجي إسرائيل من كل أثام. أيها المغبوط فيليبوس، لما جعلت أعمالك مرقاة نحو المناظر الخالصة وتلك المناظر غاية للعمل المرضي لله، التمست أن يريك المسيح مجد الآب الذي لا يوصف، لأن كل طبيعة ناطقة ترتاح إلى الله الذي أبدعها. فقد نلت مبتغاك في الحال أيها المجيد، متخذا الإبن ختنا، فابتهل إليه بدالة من أجل نفوسنا. سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا سائر الشعوب. بما أنك كنت تتخذ المراقي الإلهية على الدوام مثل موسى قديما، كنت ترتاح إلى معاينة الله، فرأيت صورته بحال جلية عندما تقبلت مثالها، لأن الإبن هو معرفة كاملة وبرهان للآب. إذ إن للإبن وللوالد جوهرا واحدا بذاتية واحدة في الكل بحال شريفة وملك وقوة ومجد وسجود واحد. لأن رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم إلى الدار. يا فيليبوس العجيب، لقد أصبحت آلة محركة بالنسمات الإلهية وبإلهامات الروح القدس، وإذ ترنمت بلسانك الناري في العالم بإنجيل المخلص الفائق العالم، أحرقت الضلال كلها كمادة سهلة الاحتراق وكعشب الأرض اليابس، وكرست في المسكون بالمسيح رب الكل وسيدهم. المجد للآب والابن والروح القدوس. أيها الرسول فيليبوس، لما استنرت ببروك النور العظيم
أشرقت كوكباً لكل العالم، لأنك إذ التمست أبا الأنوار وجدته في الإبن، لأن النور يوجد في النور، إذ هو ختم له مساو له في الرسم، دالاً على الرسم الأول، فإليه ابتهل أن يخلص المختومين بدمه الإلهي. الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. يا والدة الإله إن داود نبي صائر بسببك جاد الإله، قد سبق من أجلك مترنما وهتف بصانعي بك العظائم. قامت الملكة عن يمينك لأن الإله قد أظهرك أما مسببة الحياة، إذ ارتضى أن يظهر متأنسا منك خلوا من آب لكي يجدد إبداع صورته المنفسدة بالآلام، ويجد الخروف الذي ضل في الجبال ويحمله على منكبيه ويقدمه للأب ويضمه بمشيئته مع القوات السماوية ويخلص العالم أجمع، بما أنه الحكمة فلستقم يا نورا باهيا لقدس مجد الآب الذي لا يموت سماء ونظرنا نورا مسائيا نسبح الآبا والابن والروح القدس الإله، فيا ابن الله المعطي الحياة إنك مستحق في سائر الأوقات أن تسبح بأصوات بارة، لذا آنيك العالم لك يمجد.
ترنيمة المساء. الرب قد ملك والجمال لبس، الرب قد ملك والجمال لبس، لبس الرب القوة وتمنطق بها، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. الرب قد ملك والجمال لبس. لنقل جميعنا من كل نفوسنا ومن كل أذهاننا، لنقل أيها رب الضابط الكل إلى أبينا، نطلب إليك فاستجب وارحم. يا ليسون. حمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا ورئيس كهنتنا سلوان. كريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل إخوتنا الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح. يا رب ارحم. وأيضا نطلب الرحمة والحياة والسلام والعافية والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسنين العبادة الأرثوذكسيين الساكنين والموجودين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة ومجلس رعيتها والمحسنين إليها وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم. كريا ليسون. وأيضا نطلب من أجل جميع المنتقلين من أبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين الراقدين هنا وفي كل مكان. يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل الذين يقدمون الأثمار والذين يصنعون الإحسان والعاملين على بناء هذا الهيكل المقدس الكلي الوقار، والذين يتعبون ويرتلون فيه ومن أجل هذا الشعب الواقف المنتظر من لدنك الرحمة الغنية العظمى. يا رب ارحم. لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا المساء بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله أبائنا، ومسبح ومجد اسمك إلى الأبد. آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب، علمني وصاياك. مبارك أنت يا سيد، فهمني حقوقك. مبارك أنت يا قدوس، أنرني بعدلك. يا رب رحمتك إلى الأبد، وعن أعمال يديك لا تعرض. لك ينبغي المديح، بك يليك التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنكمل طلبتنا المسائية للرب. إلي لايسون أعضد وخلص وارحم، واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. أن يكون مساءنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة. رب نسأل، استجب يا رب. ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا. رب نسأل، وراس مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا. رب نسأل، استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم. رب نسأل، وراسخ كيريا. أن نتمم بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة. رب نسأل، استجب يا رب. أن تكون واخر وحياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي، وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب. نسأل، بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدتنا الدائمة البكورية مريم مع جميع القديسين، هل ندى ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح ليلا. لك يا رب، لأنك إله صالح ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد والآب والابن والروح القدس الآن وكل آن
وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك، لنحني رؤوسنا للرب لك يا رب. أيها رب إلهنا، يا من طأطأ السماوات ونظر لخلاص جنس البشر، انظر إلى عبيدك وإلى ميراثك، فإن عبيدك قد حنوا رؤوسهم وأخضعوا أعناقهم لك أيها القاضي المهيب المحب البشر، غير منتظرين المعونة من البشر بل منتظرين رحمتك متوقعين خلاصك، فاحفظهم في كل حين وفي هذا المساء الحاضر والليل المقبل، مصونين من كل فعل مضاد شيطاني من الأفكار الباطلة والهواجس الشريرة، ليكن عز ملكك مباركا وممجدا أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب، لما رفعت على الصليب محوت لعنتنا الجدية، ولما انحدرت إلى الجحيم أعتقت المقيدين منذ الدهر، ومنحت الجنس البشري عدم الفساد، فلذلك نسبح ممجدين قيامتك ذات الثلاثة الأيام. الرب قد ملك والجمال لبس، لبس الرب القوة وتمنطق بها. أيها المقتدر وحدك، لقد زلزلت الأرض كلها لما علقت على العود، ولما وضعت في الرمس أنهضت الثاوين في الأجداث، ومنحت الجنس البشري الحياة وعدم الفساد، فلذلك نسبح ممجدين قيامتك ذات الثلاثة الأيام، لأنه ثبت المسكون فلن تتزعزع. أيها المسيح، إن الشعب المتعدي الناموس قد أسلمك إلى بيلاطس وحكم عليك بالصلب، إذ ظهر عادم الشكر نحو المحسن إليه، لكنك احتملت الدفن باختيارك وقمت في اليوم الثالث بذات سلطانك، بما أنك إله مانحا إيانا حياة لا تزول والرحمة العظمى. لبيتك ينبغي التقديس يا رب إلى طول الأيام. إن النسوة قد أدركن قبرك يلتمسنك بدموع، ولما لم يجدنك هتفن بنحيب نادبات وقائلات: الويل لنا يا مخلصنا ملك الكل، كيف سرقت؟ وأي مكان يحتوي على جسمك اللابس الحياة؟ فأجابهن ملاك قائلا: لا تبكينا، بل اذهبنا وكرزنا بأن الرب قد قام مانحا إيانا الابتهاج، بما أنه متحنن وحده. المجد للآب والابن والروح القدوس. أيها الرسول فيليبس، لما أهملت ما على الأرض تبعت المسيح، وإذ ختمت بنفخة الروح القدس أرسلت منه إلى الأمم الضالة لترد البشر إلى نور المعرفة الإلهية. وعندما أتممت جهاد رغبتك الإلهية بالتعذيبات الكثيرة الأنواع، أسلمت نفسك لله فإليه ابتهل. يا كلي الغبت أن يمنحنا الرحمة العظمى الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا له من عجب حادث يسمو على كل المعجزات القديمة، لأنه من عرف أن أما تلد خلوا من رجل وتحمل على ساعديها الحاوي كل البرايا، ولكن هذه إرادة الإله المولود. فيا أيتها الطاهرة، لا تزال مبتهلة إلى الذي حملته على ذراعيك كطفلا، وأحرزت عنده دالة والدية من أجلنا نحن المكرمين إياك، لكي يترأف بنا ويخلص نفوسنا. الآن تطلق عبدك أيها السيد على حسب قولك بسلام، فأن عيناي قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام كل الشعوب، نورا لاستعلان الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. قدوس الله قدوس قوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس قوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك، يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد والآب والابن والروح القدس الآن وكل آن
وإلى دهر الداهرين. آمين. إنا تلميذات الرب تعلمنا من الملاك الكرز بالقيامة الباهج، وطرحنا القضاء الجدية، وخاطبنا الرسل مفتخرات وقائلات: سبي الموت وقام المسيح الإله، ومنح العالم الرحمة العظمى. المجد للآب والابن والروح القدوس. أيها الرسول القديس فيليبوس، تشفع إلى الإله الرحيم أن ينعم بغفران الزلة لنفوسنا الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. إياك أيتها المتوسطة لخلاص جنسنا نسبح يا والدة الإله العذراء، لأن ابنك وإلهنا بالجسد الذي اتخذه منك قابل الألام بالصليب وأعتقنا من الفساد، بما أنه محب للبشر. بارك المسيح الآن الذي هو مبارك كل حين الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين. آمين. شدد اللهم الإيمان المقدس غير المعاب، إيمان المسيحيين الحسنين العبادة الأرثوذكسيين مع هذه الكنيسة المقدسة إلى دهر الداهرين. آمين. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم، التي بغير فساد ولدت كلمة الله، حقا أنك والدة الإله، إياك نعظم. المجد لك أيها المسيح الإله، يا رجاءنا المجد لك. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، باسم الرب بارك يا أب. أيها المسيح الآن الحقيقي، من قام بالأموات من أجل خلاصنا بشفاعة أمك القديسة الكلية الطهارة الدانبة لي مريم، بقدرة الصليب الكريم المحي، وبطلبات القوات السماوية المكرمة العادمة أجساد وسلاة النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين رسل كلية مديح وأباء الأبرار متوشحين بالله القديسين الصديقين يواكيما وحنة أجدي المسيح لله، والقديسين الرسول فيليبوس والقديس غريغوريوس بالاماس رئيس صقفة تسالونيكا، اللذين نقيم تذكارهما اليوم وجميع قديسيك. ارحمنا وخلصنا بأنك صالح ومحب للبشر. صلوات ابن القديسين يا رب يسوع المسيح الهنا، ارحمنا وخلصنا. آمين.